هذه أمك؟ يكون في معلومك، أمك خلتك عندي ما علشان خايفة عليك. هي خايفة على نفسها، خايفة على نفسها من أهلها اللي يسوون فيها مثل ما سووا في أبوك الله يرحمه. ويوم اشتط طولك وصلب عظمك يا تبيك، تبيك تكون لها السند وعون، لأن ما بقى من العمر قد ما مضى. كذاب، صديني إنه كذاب، خذاك مني، خذاك من حضني وفرض عليه الشيء كله علشان يخلي فلوس أبوك عنده. يا الظالم يلي ما تخاف من ربك، حسبي الله عليك، حسبي الله عليك. هارون، هارون، هارون. ايش سويت كذي؟ خير؟ لو تجذب على الكل ما تجذب علي انا. مريم، مثل ما انا سكت وسويت نفسي ادري عنك وعن جبر، اظني ما هون عليك انش تفضحيني وما تسترين علي. ايش فيك ساكت؟ ما تتحجى مريم. احنا اليوم جايين علشان نخطبك لعمي ابو سعيد. احنا يعني جايين نخطبك حقي. ايش قلتي؟ ابو سعيد ينشرب الغالي وننام فيه. والله ما نعرف كل شيء يخصك، أحس فيه، أحس في كل شيء تعلق فيك. بس ما عرفت تقربيني منك وتخليني حولك، وكل ما حاولت تقربيني يطلع شيء خافي يبعدني عنك زود. يعني ما تعرف عمك؟ عمك قص عليك ما تبي قصي علي أنا مرة؟ عمك جبار ما حد يقدر عليه، ولا أكو واحدة ترفض نعمة الرب إن الله يعطيها ظنة؟ يا ما في مثل يقول ما حد يعاف عشاه إلا من ويعة بحشاه. بس اللي أنا عارفه إذا الله سبحانه رزق المرض ظنه وخلاها تصير أم، يعطيها مع القوة والإصرار وفيك الساعة اللي تختار. يعني هتوقف بوي الكل وتسد حلوجهم، يعني هتسد الباب بوي ظناها.